يا ترى الأصول بتقول إيه والذوقيات والإتيكيت؟ لما نكون في محاضرة أقدر أستعمل الموبايل بتاعي وحد بيشرح في المحاضرة؟ زي ما احنا شايفين في ناس مركزة وفي ناس ماسكة الموبايل بتاعها. طبعاً الطريقة دي صح ولا غلط؟ طبعاً الطريقة دي مش صح تماماً. ما ينفعش تكون في محاضرة شغالة والشخص مش مركز وماسك الموبايل بتاعه، طبعا ده تصرف غير لائق تماما. وأوقات كتيرة وإحنا موجودين في محاضرة بنلاقي الشخص من غير ما بيستأذن ياخد التليفون بتاعه بيطلع برا وبيتكلم بيكمل المكالمة بتاعته، طبعا برضو ده تصرف غير لائق تماما. ما ينفعش ان انا اتصرف بالطريقه دي، لازم استاذن الاول واطلع وانا مستاذن. الصح ايه؟ الصح لما يكون في محاضره احتراما للشخص اللي موجود لازم الموبايلات كلها تتشال بالشكل ده، هي دي الذوقيات. يا نقفله ونشيله يا نسلمه ويتحط في بوكس زي كده وكل الناس تسلمه، هي دي الطريقه الصح لعادتنا ونقدر نركز في المحاضرة.